السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب جريد 5. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيجن على درس الإيكويجن. تمام، هنبتدي إن احنا نعمل كده ريفيجن على لسون من اللي فات، عشان لو حد كان ناقصه حاجة أو فايته حاجة يكون مركز معانا في الريفيجن. طيب النهاردة هنشرح لسون الإيكويجن. تمام، الإيكويجن سهل جدا وبسيط. كل اللي أنا بعمله لما يجيلي مثلا إيكويجن، لازم أشوف إيه اللي جنب الإكس. اول حاجه، لو انت لقيت مثلا جنب الاكس مثلا في مثلا اوبريشن واحده، تمام، فده تبقى ايه، اسهل بشويه من لما كنت اوبريشن. طيب انا ايه المفروض ان انا اعمله؟ المفروض ان انا اكون جايب الاكس لوحدها، او انا عايز الاكس تكون لوحدها. طب فانا مثلا هنا في الاكزامبل الاولاني ده، انا عندي هنا ايه، اكس بلس 4، انا عايز الاكس لوحدها. طب مين اللي مضايقها؟ مين اللي جنبها؟ البلس 4. يبقى اعمل ايه، اوديها الاذر سايد، اوديها الاذر سايد بالايه، بالايه، بالماينس. لو هي هنا بالبلس، لو هنا في السايد ده بالبلس، اوديها الناحيه الثانيه بالايه، بالماينس. طب لو هنا يا مستر بالماينس، اوديها بالبلس. طب افرض كان عندي هنا تايم، تروح الناحيه الثانيه ديفايد. طب لو ديفايد، تروح الناحيه الثانيه تايم. تمام، فهنا انا عايز الاكس لوحدها، فهنا بيقول بقى ايه، 12 ماينس ايه، 12 ماينس 4. فهنا بقى الاكس بقت لوحدها اهي. طب 12 ماينس 4 ايكوال ايه، 8. يبقى خلاص كده انا حليت والاكس بقت ب 8. طيب تعالى بقى كده نشوف في الاكزامبل اللي عندي. انا عندي هنا بيقول لي اكس بلس 4 ايكوال 7. فاول حاجه انا عايز الاكس لوحدها، هنا انا عندي بلس 4، هتروح الناحيه الثانيه بالايه، بالماينس، يبقى ماينس 4. يبقى هنا 7 ماينس 4 يبقى اكس ايكوال 7 ماينس 4. يبقى الاكس ايكوال ايه، 7 ماينس 4 ايكوال 3، يبقى الاكس ايكوال 3. طيب اللي بعدها، هنا اكس ماينس 5 ايكوال 1. انا عندي هنا عايز الاكس لوحدها، يبقى اقول له الاكس ايكوال. طب هنا عندي ماينس 5، هتروح الناحيه الثانيه بالايه، بالبلس. يبقى هنا تروح تبقى بلس 5. يبقى هنا اقول له 1 بلس 5، يبقى x equal 1 plus 5 equal a equal 6، يبقى x equal 6. هنا برضو انا عندي هنا plus، عايز الx لوحدها، يبقى بقول له x equal، دي هتروح ال other side بال a بالminus، صح كده؟ يبقى انا هقول له 12 minus 6، يبقى ال x equal 12 minus 6 equal a 6. يبقى انا هنا الx طلعت ب a ب 6. طب برضو انا عندي هنا minus، هتروح ال other side بال a بالplus، يبقى انا هقول له x equal، من الجنب الايكوال 3، تنزل زي ما هي. مين اللي هيروح بقى بالبلس؟ هنا كانت ماينس 7، تروح الناحيه الثانيه ببلس 7. يبقى 3 بلس 7 ايكوال ايه، 10. اكتب هنا 10، يبقى الاكس ايكوال 10. طب هنا برضو نفس الكلام، هنقول له هنا الاكس ايكوال، من اللي جنب الايكوال 15، اكتب 15. طيب كويس. هنا بقى لو جينا بصينا بقى، انا عندي هنا بلس 9، عندي بلس 9، يبقى لما تروح الناحيه الثانيه هتروح بالايه، هتروح بالماينس. تمام، تبقى هنا ماينس ايه، ماينس 9. تاخد بالك كويس جدا، انت عندك بلس ولا عندك ماينس ولا عندك ايه بالظبط. تمام، يبقى هنا بقى الاكس ايكوال 15 ماينس 9 ايكوال ايه، 6. انا عندي هنا برضو اكس، يبقى اقول له اكس ايكوال، هنا اللي جنب الايكوال 17، تنزل هنا انا عندي ماينس، تروح الاذر سايد بالبلس، بتروح هنا بالايه، بالبلس. طب اقول له بقى هنا الاكس ايكوال، يبقى هنا 17 بلس 8 تبقى ايكوال 8، تبقى ايكوال 25. طيب تعالى بقى نبص هنا في نظر اكزامبل. هنا بقى انا عندي المره دي تايم، المره دي انا عندي ايه، تايم. فلو جينا بصينا التايم هيروح الناحيه الثانيه بالايه، بالديفايد. يعني انا عندي هنا عايز الاكس تبقى لوحدها، ادي اقول الاكس ايكوال، وايه اللي جنب الايكوال، ال 18، تنزل 18 اهي. طيب هنا بقى عندي 3x، يعني ايه 3x؟ 3x دي يعني 3 تايمز x. يبقى لما تروح الناحيه الاذر سايد، هتروح الناحيه الثانيه بالايه، بالديفايد. يبقى اقول له ديفايد ايه، 3. يبقى 18 ديفايد 3، اقول له بقى x ايكوال 6، يبقى x ايكوال ايه، 6. طب انا عندي هنا برضو عايز x، يبقى x ايكوال. طيب هنا انا عندي تايم، تروح الاذر سايد بالديفايد، يبقى 12 ديفايد 6، 12 ديفايد 6 هتبقى ايكوال ايه، 2. بكتب هنا 2، عايز برضو الاكس لوحدها. هنا تايم، تروح الاذر سايد بالايه، بالديفايد. يبقى اقول له هنا 20 ديفايدد 4، تايم. هنا بقى انا عندي الاكس ايكوال 20 ديفايدد 4 ايكوال ايه، 5. هنا برضو عايز الاكس لوحدها، هيبقى الاكس ايكوال. هنا بقى اقول له 21، هنا تايم، تروح الاذر سايد بالديفايد، يبقى ديفايد ايه، 7. طب 21 ديفايدد 7 ايكوال ايه، 3. الاكس هنا برضو عايزها لوحدها اهي، اكس لوحدها وايكوال لوحدها، والسيرت اللي بعد الايكوال تنزل اهي. طب انا عندي هنا تايم، تروح الاذر سايد بالديفايد، يبقى هنا ديفايد 5، يبقى الاكس ايكوال ايه، يبقى الاكس ايكوال 6. طب هنا عايز بقى الاكس لوحدها، يبقى اقول له بقى هنا ايه، الاكس لوحدها اهو ايكوال.
هنا انا عندي 48، اكتب ال 48 اللي جنب الايكوال هنا تايم، تروح الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى ديفايد 2، يبقى الاكس ايكوال 48 ديفايد 2 ايكوال ايه 24، يبقى نزل هنا 24. حتى لو انت عايز تعملها واحده واحده، 4 ديفايد 2 ايكوال 2، 8 ديفايد 2 ايكوال 4. تعال نشوف برضو انذر اكزامبل. هنا لما يجي لي بقى يجيب لي 2 اوبريشن في الايه جنب الاكس، يعني هنا كان المره اللي فاتت كان بيبقى عندي بلس لوحدها، ماينس لوحدها، تايم لوحدها، ايا كان، وبوديه بالايه بالناحيه الثانيه الاذر سايد بالايه بالعكس. لو انا عندي هنا بقى تو اوبريشن اعمل ايه؟ انا عندي هنا تايم وانت بلس، اخلص من مين الاول؟ لما يكون عندك الاثنين دايما تحط في دماغك ان احنا بنخلص من البلس الاول، بعدين الماينس، بعدين التايم، وبعدين الديفايد. ده كده الترتيب بتاعه، بلس ماينس تمام تايم ديفايد. طب انا عندي هنا مثلا حاجتين، عندي ايه؟ عندي بلس وعندي تايم. نخلص من مين الاول؟ نخلص من مين؟ من البلس الاول. يعني معنى كده ان احنا لازم اكتب هنا 6x، اه مش انا عايز، مش انت عايز الاكس لوحدها؟ مش ينفع تخلص منهم تودي ال5 وتودي ال6 مع بعض، ما ينفعش، لازم تمشي واحده واحده. فاحنا هنودي اول حاجه ال5 الناحيه الثانيه الاذر سايد بعكس الاشاره. طب هنا انا عندي بلس 5 صح، يبقى اقول له بقى هنا ايكوال 17 اللي جنب الايكوال تنزل على طول زي ما هي تمام. هنا بقى بلس 5 تروح بقى ماينس 5، ماينس ايه 5، يبقى هنا بقى اقول 6x ايكوال ايكوال بقى ايه 12، عملت ماينس فطلع 12، خلاص بقت زي المساله اللي انا كنت بحلها قبل كده. انا عندي هنا تايم هتروح الناحيه الثانيه بالايه بالديفايد، يبقى اقول له بقى هنا الاكس ايكوال، اقول بقى هنا ايه 12 ديفايد 6، فهنا هقول له الاكس ايكوال 12 ديفايد 6 ايكوال ايه 2. طيب هنا برضو نفس الكلام، انا عندي هنا ماينس تروح الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى اكتب هنا 2x ايكوال، نخلص الاول من الماينس 3 ايكوال 7، الماينس 3 هنا هتروح الناحيه الثانيه الاذر سايد بالايه بالبلس، يبقى اقول له هنا بلس 3. طيب اقول له 2x ايكوال 7 بلس 3 ايكوال 10. طب هنا انا عايز بقى الاكس لوحدها، خلاص اعمل ايه؟ انا عندي هنا تايم تروح الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى اقول له هنا بقى 10 ديفايدد 2، يبقى الاكس ايكوال 5. طيب برضو نفس الكلام، انا عندي هنا ماينس وتايم، اخلص من اول ما ايه من ماينس، يبقى اقول له 2x ايكوال. هنا بقى انا عندي ماينس تروح الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى اقول له 2 بلس 12، يبقى ال 2x ايكوال 2 بلس 12 ايكوال 14. عايز بقى الاكس لوحدها، يبقى الاكس لوحدها اقول بقى 14 ديفايدد 2 ايكوال 7، يبقى الاكس طلع بكام؟ ب 7. برضه نفس الكلام انا هنا هقول له 2x ايكوال، طب عندي هنا 21 تنزل 21 تمام. انا عندي بقى هنا بلس 9، عندي هنا ايه؟ بلس 9، هتروحي الناحيه الثانيه بالايه؟ هتروحي الناحيه الثانيه بماينس 9، تروحي الناحيه الثانيه بالايه؟ بماينس 9. طب هنا انا عندي 21، 21 لما اشيل منها 9 هتبقى كام؟ يبقى قلنا اقول له 2x ايكوال، الله اكبر الله اعظم، يبقى انا عندي هنا 21 ماينس 9 هتبقى ايكوال كام؟ 12. طب انا خلاص هنا خلصتها، عايز بقى اجيب الاكس لوحدها، هقول له بقى الاكس ايكوال، يبقى الاكس ايكوال هنا لما اعمل ديفايد 12 ديفايد 2 ايكوال 6. طيب هنا بقى لما يجي لي دي، انا دي ما خدتش بالي منها خالص وما جاتليش قبل كده يا مستر، لما يجي لي فراكشن، فراكشن جنب الاكس، انت عودتنا لما يكون في نمبر جنب الاكس تمام، يبقى ده معناه تايم وديه الناحيه الثانيه بالديفايد. لما يجي لي بقى فراكشن، لو جالي فراكشن دي معناها ديفايد، وممكن يجيبها لك بحاجتين، ممكن يقول لك مثلا ايه هاف اكس، او ممكن يقول لك مثلا ايه اكس ديفايد 2، هما الاثنين واحد، ممكن يجيبها لك كده، ممكن يجيبها لك كده، هما الاثنين واحد تمام، لازم تاخد بالك من حاجه زي كده، هما الاثنين ايه واحد. طيب دي معناها ايه يا مستر؟ معناها ديفايد. فلما تروح الناحيه الثانيه تروح بالايه بالتايم، بس الاول تعالى نخلص من مين؟ من البلس الاول، يبقى انا اقول له هنا هاف اكس ايكوال اللي جنب الايكوال 3، تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ تروح الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى ماينس 1، 3 ماينس 1 ايكوال 2، يبقى انا اقول له هاف اكس ايكوال 2. انا عايز بقى الاكس لوحدها يا مستر، يبقى انا هودي الهاف الناحيه الثانيه بالتايم عشان هي هنا ديفايد؟ لا، انت هتودي مين؟ هتودي الدينومينيتور بس، الدينومينيتور عندي هنا مين؟ ال2، الدينومينيتور عندي هنا مين؟ ال2، يبقى ودي ال2 الناحيه الثانيه بالتايم، يبقى هنا ال2 تنزل زي ما هي، وال2 اللي في الدينومينيتور هنا دي، اللي في الدينومينيتور هنا دي تنزل تروح الناحيه الثانيه بالتايم، يبقى 2 تايم 2 ايكوال ايه 4. طيب هنا برضو ال1 اوفر 3 اكس تنزل زي ما هي،
طيب ال2 تنزل زي ما هي، دي هنا ماينس، روح ناحيه ثانيه بالبلس، بقى من هنا بلس 2 بلس 3 ايكوال ايه 5، صح كده؟ يبقى هنا 1 اوفر 3 اكس ايكوال ايه 5. انا عايز بقى الاكس لوحدها، يبقى اقول له ايه ال5 تنزل زي ما هي، والتايم عشان هنا ديفايد فتبقى تايم، اقول له بقى تايم 1 اوفر 3 ولا 3؟ لا، احنا قلنا بناخد الديرمينيتور بس، لما يروح ناحيه ثانيه بيروح الديرمينيتور بس، يبقى هنا 3. يبقى 5 تايمز 3 ايكوال ايه 50، يبقى اقول له هنا ايه 50. تمام، بكده نكون عملنا ريفيجن سريعه على الايكويشن. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا من المراجعه، ونشوفكم ان شاء الله في ريفيجن جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.